ورجعنا لكم بعد الفاصل. النهارده هيكون معانا في الفقره الثانيه النغم والطرب، هيكون معانا اصحاب معرض ميوزيك باك، ومعانا كمان احمد علشان خاطر هيغني لنا اغنيه جميله جدا مع اصحاب المعرض الحلوين. اهلا بحضراتكم. عرفونا بنفسكم في البدايه. ماشي، اتفضل عرفنا بنفسك. مجدي فوزي، مدير ميوزيكال باك وعازف جيتار. حضرتك؟ روماني فوزي، اخو مجدي فوزي. محمد خالد، مطرب غنى. مطرب غنى. تمام، احنا عرفنا حضرتك يا استاذ مجدي، وحضرتك امسك المايك، وحضرتك يا استاذ روماني، عندكم معرض الات موسيقيه. مظبوط. تمام، ده معرض العيله كلها بتجمعها فيه، وكلهم ما شاء الله عندهم الموهبه وبيعرفوا يعملوا الالات الموسيقيه، يعزفوا عليها ويصلحوها. حضرتك بتصلح الالات؟ مظبوط. تمام، في البدايه كده عايزين نعرف عزف الجيتار ده موهبه ولا دراسه؟ اكتر دراسه، مش موهبه طبعا، لان كتير بيقولوا ان هو موهبه. بس لا، الموضوع حضرتك تصفت. خريج ايه؟ انا اصلا تجاره، بس بعد كده كملت في جامعه اسمها ترينيتي. دي بتخرج مدرسين جيتار. دي بره مصر في لندن، فدي خاصه بالجيتار بس، او يعني بيانو جيتار تخصصات. تمام. طيب حضرتك حاولت تنمي الموهبه بتاعتك، يعني تتعرف على الموسيقيين الكبار او تعرض موهبتك عليهم؟ عزفت كتير زمان مع ناس كبار، كان شغل اصلا قبل ما اكون عندي معرض، كان عازف جيتار. بسجل حفلات او بطلع ستيدج، ده كان شغل. وحضرتك؟ نتعرف باسم حضرتك. انا روماني فوزي. بحب الصيانه من زمان. وكان نفسي طبعا اعمل حاجه لنفسي، اشتغلت كتير في حاجات زي مقاولات. اشتغلت في الفضه والحجر الكريمه، والاخر اشتغلت مع اخويا. دي برضو كانت دراسه ولا دي تعلمتها؟ دي كانت هوايه. طيب انتوا تقريبا قلتوا لنا قبل الفقره انكم سته اخوات او سته من عيله واحده، بداتوا تعملوا معرض ميوزيكال ايه؟ ميوزيكال باك. طيب ممكن تقول لنا برضو الفكره جات لكم ازاي؟ انكم تكونوا متحدين في مكان واحد او تكونوا شركاء مع بعض، وهل كان في خلافات مع بعض قبل المعرض ولا لا؟ لا، مفيش خلافات طبعا. الفكره كلها جت ان احنا مش بنحب نشغل حد من بره، بمعنى احنا اشتغلنا كتير ممكن عند ناس زمان. فكان دايما اشغل عند حد، مش بخلي بالي من حاجه الناس دايما. بطبيعه الشخص اصلا انا اعرف ان الاخوات مع بعض في مكان او الاصحاب تقريبا بيكون في ما بينهم اختلافات في مشروع. يعني مثلا في مثل بيقول لك ايه، انا وابن عمي على الغريب. اوكي. تمام. لا بالعكس، يعني دايما بنشيل بعض، حتى في اجازاتنا ممكن ده يشيل ده. في محبه كبيره بينا. تمام. يعني امتى تحديدا عملتوا المعرض ده وفتحتوه؟ في اكتوبر من سنتين ونص. بس كان قبل كده كان في شبرا مكان قديم، بيت بتاعنا كنا عاملينه سنتر تعليم اكتر. كنتوا بتعلموا العزف على الجيتار؟ ما زلنا بنعلم، ما زلنا في فرعين برضو في اكتوبر فيهم غرف للتعليم. وهل فعلا في ناس بتبقى حابه ان هي تتعلم بنسبه كبيره؟ طبعا. طيب احنا عايزين بقى نسمع حاجه. تمام. اوكي. سمعنا ايه؟ في مقطوعه اسمها لاف ستوري. ليها طريقتين ممكن نعزفهم، يعني مناسبة، يعني ممكن نعزف الطريقة اللي هي الميلدي اللي هي سهلة خالص. صورة التكييف ايديا ساقعه شويه. طيب الطريقه الثانيه بقى، ما احنا عملت الاثنين، كانت الاولى اللي هي من غير الكوردز، اللي هي دي الثانيه. لو كان الجيتارين بيلعبوا في نفس الوقت. هايل هايل جدا بجد. حضرتك ما عندكش موهبه؟ انا بحب الصيانه طول عمري، بصلح كل حاجه، يعني اي حاجه. ما جربتش تعزف على اله من الالات الموسيقيه؟ جربت، بس الموضوع موضوع تمارين، وانا كنت مركز اكتر في
شغل الحرفي فما كانش عندي وقت اللي انا اقدر اقعد والعب، وعندي مشكله في ظهري مش بقدر اقعد كتير. السلام على حضرتك. طيب معلش تمام. طيب عايزين بس نعرف، بنصلح جميع الاجهزه ولا في نوع معين من الالات؟ بنصلح اي اله موسيقيه طبعا، وبنحاول طبعا نرجعها بالحاله بتاعتها الاصليه بدون مشكله او بدون عيب. تمام. يعني المعرض بتاعكم بتبيعوا الالات وصيانه ليها وكمان دورات تدريبيه؟ تدريبيه طبعا. حضراتكم عندكم قلتوا المعرض فرعين، معرض في مدينه 6 اكتوبر، فين بالتحديد؟ في ميدان الحصري الحي الثاني، وفي اللي هو المتميز. وفي المتميز فين بالظبط مكان المتميز؟ ما بين سمير وعلي. لا انا ما اعرفش مين سمير وعلي بقى. المتميز ده اللي هو عند جامعه مصر. تمام. في سمير وعلي والوان، دي مكتبه مشهوره قوي، احنا بين الاثنين. طيب ندخل طيب على الموهبه الثالثه. قول لنا بقى، انت قلت لنا قبل الحلقه انك بتحب الغنى، قول لنا الموضوع جالك ازاي وابتدت فيه من امتى، وغنيت قبل كده في مكان ولا لا؟ بغني في افراح. في افراح. طيب قول لنا في البدايه اكتشفت موهبتك دي ازاي، عرفنا. وانا بغني وانا ماشي كده بمشي في الشارع بغني كده عادي، فبجي صوته حلو. ماشي امسك المايك. يعني انت ما اتدربتش في اي مكان؟ لا ما اتدربتش. موهبه. طيب مين اول واحد رحت عليه قلت له انا بعرف اغني، او انا اكتشفت ان انا عندي موهبه اللي انا بغني؟ ما اعرفش حد. يعني ما روحتش لاي حد؟ معلش بس قرب المايك عشان نسمعوك. انا لوحدي، انا لقيت نفسي بغني بس، ففضلت اغني وانا قاعد لوحدي فلقيت نفسي صوتي حلو. طيب احنا عايزين بقى ايه نسمع دويتو عزف وغنى مع بعض. طيب بس معلش المايك بس تقربه من بقك. طيب. جامد، قربه جامد. كمان بس يا كلموا عني من بعيد لبعيد، عرفوها اني لسه بحبها، وامانة حد يقول لها بسأل عليها ازايها وعاملة ايه، حد يقول لها دي ماليش حبايب بعدها، واللي باقيلي منها عايش عليه، وفاكر ليها ايام بتصبر بيها، وعشان عندي امل فيها انساها يا قلب انا ليه، انساها يا قلب انا ليه. بجد برافو عليك، برافو عليك، هايل جدا، الدويتو مع بعض جامد جدا، فظيع بصراحه. لا وصوتك جميل جدا ما شاء الله. ان شاء الله تكون معنا في بعض الفقرات اللي جايه. انت طيب. قلت لنا ان انت غنيت في افراح قبل كده. ازاي بقى، قول لنا الخطوه دي خدتها ازاي؟ انا ما خدتهاش، انا فكرت اغني. المايك بس، المايك بس معلش عشان الصوت. لما فكرت اغني ما كنت اغني وانا قاعد مع اصحابي في الشارع. قلت كده فرح واحد صاحبي وراح اغني فيه. غير كده ما اغنيش بموسيقى. يعني لا. افراح صحابك او ما بغنيش بموسيقى. بتروح طيب ترفيه ولا ده بيكون عليه سالري؟ لا ما اعرفش. يعني بتروح مثلا الفرح ترفيه ولا بتروح الفرح؟ اي انا بروح كده، انا بغني صاحبي بيطلب مني ان اغني فبغني. تمام. طيب استاذ مجدي، ليه تحديدا اتعلمت العزف على الجيتار او حبيت الجيتار؟ ليه مش اله ثانيه؟ انا بعزف كذا حاجه، بعزف بيانو وفي درامز برضو، بس الجيتار اكتر حاجه بحبها يعني قريبه مني. ايه سر حبك بالجيتار؟ لان حاجه متنقله معايا، ممكن اتحرك بيها في اي مكان. والموضوع كله برضو يعني اختيار الاله لحب الشخص، يعني زي تذوق الاطعمه. طيب قول لنا، سهل بقى الواحد يتعلم الجيتار ولا دي خطوه صعبه؟ لو حد بيحبه طبعا مش صعب خالص، ولو مدرس شاطر، لان ممكن مدرس يكرهك في الجيتار كله. معقوله؟ طبعا. يعني ممكن اكون بحب الجيتار واروح اتعلم اكرهه؟ بالظبط، لان المدرس فاهم غلط، بيعلمه غلط. او بتمشي على نوته موسيقيه بقى و... مش شرط نوته، لان احنا مش بندرس برضو حاجه اكاديميه. لو حد شخص مثلا بيحب الحاجه بس طبعًا. ممكن لما يحبها نكمل نوته. تمام. طيب نسمع حاجه كمان؟ ممكن. تمام اتفضل. دي مقطوعه برضو اسباني معروفه. تمام. يمكن الناس كتير بيعزفوا جيتار. تمام.
برافو عليك بسم الله ما شاء الله جميل. التكييف برضو عندي مشكله في صوابعي. التكييف مضايقك مش عارف بيا سقعان مش عارف اتحرك. لا بس يعني ما شاء الله هايل بجد. يعني لو جه لحضرتك اعصاب ايديه هو مجدي مبطل بقاله فتره تمارين بسبب ان هو بيتعالج من ايديه من كتر ما بيتمرن كتير او قاعد في السنين يتمرن فعنده مشكله بياخد علاج دلوقتي فبقاله فتره موقف. يعني في امل طيب ايديك ترجع حلوه زي ما كانت وتسمعنا؟ قال له يعني وقف شويه عشان كده نلاقي مستواه مش يعني هو مستواه احسن من كده بكتير. والله لو اللي احنا شايفينه دوت وهو عنده مشكله امال بقى لو مش عنده مشكله هيبقى عامل ازاي؟ لا مجدي بيلعب كل الجيتارات. مجدي بيلعب كل الجيتارات ما شاء الله. يعني لو جالك في الوقت الحالي حد علشان خاطر يتعلم فن الجيتار ممكن تقدر في الوقت الحالي ولا ماجلها شويه يعني بعدين؟ بقالي سنه موقف خالص. كنت قبل كده بدرس طبعا خدت 9 سنين بدرس فموقف خالص. امال مين حاليا اللي بيعلم الجيتار في المعرض عندكم؟ جايبين ناس متخصصين طبعا من تربيه موسيقيه بيعلم دكاتره. طيب نرجع بقى الاستاذ روماني. للاسف يا رنا وقت الفقره خلص والله. طيب خلاص بجد بنشكر حضراتكم اللي بنشكر حضراتكم نورتونا وشرفتونا وبجد استمتعنا جدا بالفقره بتاعتكم. مشاهدينا في كل مكان معلش انتهت فقرتنا النهارده وان شاء الله يكون معاكم في فقرات جديده ومختلفه مع مواهب صاعده.